شروع شو ذخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، برون منغا مقام نهاوند ده تعريف لغوي استلاحي دا ويلو وجد تسميم مرتويلو مقام نهاوند دا منصوب کم زیتا مدینة الایرانية پی ایران کی یو خار دے او استلاکی هو مقام یمتاز بالعاطفة والحنان والرقة وهذا المقام هو اکثر المقامات التي يستعمل في القرآن الكريم، یعنی زیاد استعمال مستعمل قرآن کریم کی دا اغی مقاماتو نده. اصل کی دا یو عربی مقام ده خو زیاد استعمال شوه یا زیاد نهاون خار کی ده دی مطلب خدمت شوه ده ویلی شوه ده حل تا اغی خار تا منصوب ده. خجی قرآن کی کمو موازیعو کی دا ویلی کی دو دا جنت آیاتونو کی بشارت او د خوشالی د زیری قصص القرآن اخلاقیات عبادات ادعیا پر ټولو کې دا استعمالیږي ویلی شي. بیا دا خبره هم کړې وه چې مقام نهاوند د مقام حجاز سبا او چارګانه مخکې هم ویلی شي او د دې نه وروسته هم ویلی شي. دین رست مقام رستم ویلی شی مقام بیاتم تینا ویلی شی. خجی نن بیا مغا مقام نهاوند وایو، پرون منگا دا بیس نا مقام نهاوند ویلی ابتدا، یعنی ابتدا با دا مقام نهاوند نسنگا کی بسم اللہ الرح دیجی نم ویلی وکانا نن منگا داریک حالان کی بیا رستو منگا غبلا طریقم داری ویلی وچی کلا انتقال کے دا مقامی دا بل مقام نا لکا منگا خیری کدلتا کم مقام ویلے و مقام صبا منگا ویلے وکنا مقام صبا منگا کم زکی ویلے و فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعض فالذین هاجروا دم مقام صبا دی زکی مقام صبا ویا فاستجاب لهم رب ربهم أني لا أضيع عمل عامل سيشو وربسي وأني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع أني لا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض دلت وقفك ويا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا قلت من عجب عليهم سيشو وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وزد عجم ناولو نهاونتا بسنگا وڑی
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ورشب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيلي دي او پرون چې موږ ابتدا نه کم نهاون شروع کو دی وږي کې فرق هغه نهاون دي څه شه دي ابتدا یعنی ابتدا نه څنګه بیس کې ته نهاون شروع کې هغه لږ معمولی شانته مشکل دا ډیر اسان دی ایزی دی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبيلي فالذين هاجروا جواب شتكا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تت جواب خا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن سيشو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات
دا جواب لو قلت كنورم دويمه درجهك. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. تاسو ته ما دا یو دا خودلی وه سيئاتهم ولأدخلنهم جن. آواز تاویدل ندی دا ام دا اوچتی گیا جواب الجواب تینا جوڑی گی خواه. ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات. ولأدخلنهم جنات. دا یو باریکی دی ذکر دا کجی سمرا اچت جواب الجواب تا پدی که ویتا تا بیا مشكلة نشتا أسوة. Wow.
وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تطبيق كم ده جواب قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي نهاون جواب ډیر استعمالیږي په زید سشی باندې جواب الجواب باندې جواب استعمال د جواب د دې زیات ته په تلاوت کې ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من
ربها وكتبه. الله. وما امدین هاون کی سوشه کرد اولا ش د دې خپل زینه شروع کیا بل زیتا اندازه راو وخت زه وجعل لي لسان صدق في الاخرين وجعل تطبيقه كيقول وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لأدخلنهم جنات. والله
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله سليم. هذا هو مقام الكرد هذا هو مقام الكرد ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى سليم. استنهاون پلس کرد
نهاون جواب بلس كرد، يعني نهاون جواب انتقال كرد او بيا انتقال نهاون كي جواب الجواب تا صحيح شو؟ والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. السماء وما بناها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله.
هاولنا واسا قوري إنا أنذرناكم عذابا قريبا يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أنعامكم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فلزي تراشا لك بدلك وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن Oh.
کورد باندې اختتام صحیح شو نهاون ته موړه وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة صدق الله العظيم.